عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقرتنا ومنورنا دلوقتي كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخبنا المصري السابق. بنرحب بحضرتك كابتن، صباح الفل عليك. صباح الفل، أهلا وسهلا بك يا فرح وبالسادة المشاهدين. دايما سعداء بوجود حضرتك معانا، وعايزين نتكلم معاك الحقيقه على اكتر من ملف. ابتدي حديثي معاك بمنتخبنا المصري والاستعدادات باذن الله لمباراه كاب فيردي اللي هتتلعب بكره الساعه 6 مساء. تعليقك ايه بمنتهى الصراحه؟ شايف المشهد عامل ازاي؟ خلاص حسمنا التاهل، ولكن يهمنا قوي الاداء وان احنا نكون ماشيين بخطى ثابته مع الكابتن حسام حسن. شفت ازاي اضافه الكابتن حسام مع اللعيبه والتوليفه خلال الفترات اللي فاتت؟ حسام حسن عامه نجم كبير، وكل المجموعه بقى اللي معاه ابراهيم وكل طارق سليمان وبقيه المجموعه كلها نجوم كبار، خدموا المنتخب المصري كتير جدا وهم لاعبين، وجي الوقت انه ياخدوا فرصتهم انه يقودوا المنتخب. يعني حسام ماشي بخطوات ثابته جدا، بدايه ما مسك لعبنا ماتشين وديين، كسب واحد وخسر واحد من كرواتيا، بس ده شيء طبيعي يعني. لكن بعد كده من ساعه ما ابتدى التصفيات سواء امم افريقيا او كاس العالم نتائجه اكتر من جيده، يعني جيده جدا او ممتازه. تاهل مبدئيا، خلاص تاهلنا للامم الافريقيه المقامه في المغرب في ديسمبر 25، 4 فوز متتالي، دي نتيجه بقالنا كتير ما حققناهاش. الاداء طبيعي انه في بدايته لسه هو بيشوف ناس، بيجرب ناس، بيضيف ناس للمنتخب، ما كانش احسن حاجه، ولكن مع الوقت ومع ماتشين موريتانيا اللي كسبناهم ذهابا وعوده، او عوده يعني ذهابا او في الاول في مصر ثم هناك في موريتانيا، الاداء تحسن بشكل كبير جدا وابتدى يبقى فيه انسجام. ابتدى حتى هو يلعب بأكتر من طريقة لعب، بيغير بعض مراكز اللاعبين. شفنا في أوقات بيحتاج زيزو في الظهير الأيمن في جزء من المباراة، شفنا بيدخل محمد صلاح كراس حربة أحيانا أو تحت راس الحربة. يعني ابتدى ينسجم مع اللاعبين ويعرف إمكانيات كل واحد وإمتى يستخدمه في مكانه الأصلي وإمتى يستخدمه في مكان آخر. وبرضه في تصفيات كاس العالم ماشي بشكل كويس ومتصدرين المجموعه. دي طريقه اللعب. هل حضرتك شايف انه كمان كابتن حسام متعاون؟ يعني فكره انه بيريح لعيبه عشان اللعيبه مش مناسب ليه ان هم يلعبوا على انجيل صناعي زي محمد صلاح، وايضا شفنا اراحه في مباراه كاب فيردي هيكون 3 لعيبه منهم مرموش وايضا تريزيجيه لحصولهم على البطاقات او الانذارات، وايضا كمان مروان عطيه او يعني مروان وتريزيجيه هما الانذارات وعمر مرموش للاراحه. هل حضرتك من وجهه نظرك شايف انه في تعاون كبير جدا ما بين الكابتن حسام حسن وما بين اللعيبه؟ مظبوط، يعني يمكن بدايه لما جه حسام حسن كان في ناس كتير متخوفه انه ازاي يتعامل مع اللعيبه، وخاصه معروف ان حسام يعني مش عايز اقول عنيف ولكن هو شخصيته كده. لا هو حماسي على طول، عنده اصرار وتصميم من ايام ما كنا بنلعب، يعني هو طبيعه شخصيته كده. ففي ناس كانت متخوفه ازاي هيعرف يتعامل مع نجوم الفرقه زي صلاح زي مرموش زي تريزيجيه او غيرهم حتى اللعيبه اللي بيلعبوا في مصر يعني. لكن هو والجهاز قدروا بذكاء يوم عن يوم يكسبوا اولا ثقه الجماهير، لان النتائج بتدي ثقة. هو كسب أو تأهلنا لتصفيات الأمم الإفريقية، خلاص تأهلنا للأمم الإفريقية في المغرب وتصفيات كأس العالم احنا متصدرينها. النتائج بتعمل جو مريح، ما بيبقاش فيه مشاكل، ابتدت الضغوط تقل على حسام، وحتى اللعيبة ابتدت تاخد عليه وتنسجم. وشفنا محمد صلاح والتفاهم الكبير اللي بيحصل بينهم لما محمد صلاح طلب إراحة في المباراة ديت أو المباراتين دولت، حسام تقبل بصدر رحب لأن احنا وصلنا خلاص. أنا شايف إن العلاقة دي مهمة جدا وهتبقى أحد نجاحات حسام والمنتخب بصفة عامة. لابد إن أنا أتفهم نفسية اللعيبة، لابد إن أنا أعرف أتعامل معاهم. واحد زي نجم كبير زي محمد صلاح، راجل بيأدي بأقصى طاقته مع المنتخب،
لما يجي يطلب في وقت المنتخب المباراة مش مؤثرة قوي انه يرتاح لأسباب عديدة، يعني ممكن يكون الضغط اللي عنده في الدوري الإنجليزي او عدم لعبه على النجيل الصناعي لأسباب ممكن تكون مضرة ليه، ده شيء كويس انه حسام يتقبل الـ 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 يعني فكر اللاعب او الامر ويتعامل بشكل كويس. فده الحمد لله في حاله من التعاون موجوده بين حسام وبين لعيبه المنتخب. في لعيبه كانت خارج حسابات الكابتن حسام حسن، والحقيقه ان تم المطالبه كتير بانه اللعيبه دي تكون متواجده، خصوصا اللعيبه الجوكر او اللي تفرق في ارض الملعب، منهم عمر كمال عبد الواحد، والكل كان متعجب العلاقه الوطيده جدا ما بين عمر كمال عبد الواحد، خصوصا في ظل تدريب الكابتن حسام حسن لفريق المصري بورسعيدي، وهو احد اكتشافاته وعارف امكانياته كويس جدا، ولكن كان بعده من المشهد. حاليا لما ضمه، حضرتك شفت المشهد ده ازاي؟ وهل يدل على استجابه الكابتن حسام حسن للاوضاع وللظروف، وانه بيبتدي ان هو حتى لو كان ليه اي تحفظات ان الامور تتحل وتتظبط لمصلحه المنتخب المصري؟ ما هو ده برضو من يعني إضافة للسؤال السابق يعني أو إجابته، أنه المدير الفني لابد أنه يكون عنده ذكاء وواقعية، أنه أحيانا ممكن تحصل مشاكل مع بعض اللاعبين، لكن مش مفروض أن المشاكل دي تفضل إلى ما لا نهاية، ما تبقاش على حساب مصلحة الفريق نفسه ومصلحتي انا الشخصيه. ما هو انا ما ينفعش برضو انا من وجهه نظري ان اللعيب ده جيد بس في خلافات لاسباب معينه اخرى غير الاسباب الفنيه ان انا استبعده. فوقت ممكن يحصل كده، وده بيحصل مع اي مدير فني على فكره في العالم كله بتحصل، او في الفرق يعني سواء منتخبات او فرق بيحصل بعض الامور ان يكون فيها سوء تفاهم بين مدرب ولاعب، انه ما يستدعهوش في المباراه او ما يستدعهوش في معسكر او ما يستدعهوش، لكن مش مفروض ما توصلش لطريق مسدود. لابد ان يكون ليها حل، ولازم يبقى في جلسه تلاقي، وده اللي حصل. يعني ممكن يكون حصل مشكله قبل كده مع حسام وعمر كمال لما اثناء تدريبه في اعتقد في المصري لما كان عمر كمال في المصري، لكن حسام شاف انه عمر لعيب كويس وممكن يفيده، في بعض المعسكرات استبعده، المعسكر ده ضمه، فده شيء جيد. وزي ما قلت لك انه من ذكاء المدير الفني انه يعرف يتعامل مع حواليه مع اللي حواليه. هل ده نفس الامر حسام اللي ابتدى او عارف انه او ماشي بخطى انه يدوب الحاجات دي يدوب الحاجات دي. هل ده نفس الامر اللي بينطبق على عمر جابر؟ يعني ممكن نشوف عمر جابر هيبتدي يدخل في صفوف المنتخب لو فعلا الحسابات بقت بالشكل ده يا كابتن اسامه؟ ما هو ممكن يكون حد بيستبعد لاسباب زي ما قلنا خلافات ممكن، وممكن حد من وجهه نظر الكابتن حسام قناعات، ودي برضو تاني هتجرنا لنقطه. عمر ما في مدير فني هيجي للمنتخب وكل الناس تتفق هو بيختار 24 واحد، مش ممكن كل الناس تتفق على اختياراته، لابد ان هيكون في نسبه سواء من وجهه نظر جمهور او فنيين مدربين مثلا او نقاد رياضيين او اي حد يبقى مختلف في بعض الناس. واحنا نفسنا لما بنشتغل في الاجهزه الفنيه سواء كنا مديرين فنيين او مساعدين بنختلف، يعني انا مدير فني بختلف مع مساعديني نفسهم. بنيجي نقول مثلا يا جماعه عايزين نحط قائمه للمعسكر ده، ممكن انا تلاقيني بحط 24 واحد، هتلاقي المدرب العام مثلا اللي معايا بيحط مثلا 20 لاعب منهم وفي اربعه مختلفين، ممكن المساعد الثاني تلاقيه حاطط 18 لاعب وسته مختلفين، بس في حدود الايه ال 10-15%. ما مش ممكن ابدا القوام 24 كله انا هاجي اختار 24 وبعدين يجي المدرب العام يختار مثلا خمسه منهم، واكيد حد فينا غلط، اكيد حد فينا مش فاهم. فايضا حسام زيه زي كيروش، زيه زي فيتوريا، زيه زي اي مدير فني، في لعيبه كيروش كان واخدها فيتوريا استبعدها، صحيح، وفي لعيبه فيتوريا كان واخدها حسام استبعدها، او العكس ضمهم يعني ضمهم للمنتخب. ففي نسبة لازم بنسيبها لرؤية المدير الفني مع يعني ايه. انا نفسي مثلا لو بشتغل دلوقتي مع الكابتن حسام ممكن هتلاقيني متفق معاه في 20 واحد مثلا او 21 واحد ومختلف معاه في 2 3،
ممكن انا اكون وجهه نظري في اثنين ثلاثه ممكن ينضموا وهكذا. ياما الجمهور المصري كان بيطالب بوجود حسين الشحات وكان حسين الشحات بره الحسابات. ياما كان اوباما متالق ويستحق انضمامه للمنتخب وما انضمش في توقيت كان متالق فيه مع نادي الزمالك. لو افتكرنا مع بعض من قطبي الكره المصريه او اي من الانديه الثانيه هنلاقي اكتر من لاعب كابتن اسامه كانوا يستحقوا في توقيتات كتير جدا. ما يستحقوا من وجهه نظر مين؟ ما هي برضه ثاني هنرجع الجمهور المصري للجمهور اللي هم خارج الجهاز اللي هم. وقلت لك دي نقطه مش سلبيه، الكره فيها وجهات نظر، فلابد ان قلت لك في العالم كله لو جارديولا اللي هو افضل مدير فني في العالم دلوقتي بيختار مثلا مسك المنتخب الاسباني، هو لاتيف في مانشستر سيتي، لكن لو هنفترض انه ماسك المنتخب الاسباني هيختار ناس، انا متاكد انه في ناس مدربين زمايله او بعض الجماهير هيختلفوا في اثنين ثلاثه وهو واخدهم صحيح ومتفقين مع معظم الناس، ده الطبيعي يعني. فانا شايف ان حسام القايمه اللي واخدها، طبعا القايمه دي استثنائيه لانه في 10 لعيبه مصابين، في لعيبه للاراحه زي محمد صلاح، دي قائمة استثنائية، لكن أنا بتكلم على القوائم اللي قبل كده، يعني نسبة اختياره اللي الناس هتتفق معاه فيها ممكن تكون 90%، ودي نسبة جيدة جدا. يعني أنا لما مدير فني يختار 24 لاعب وأنا متفق مع 90% منهم، ده ما تجيش اقفله بقى انه اصله ما اختارش فلان. ما هو بالعكس، ما هو ده ياكد كلامنا يا كابتن اسامه، هو ضمه لعمر كمال عبد الواحد بياكد على انه الجمهور ايضا كان ليه وجهه نظر. ماشي، ما حتى لو هي قائمة استثنائية بس بيؤكد على انه اللاعب يستحق انضمامه. ماشي، ما هو انا من وجهه نظري مهند لاشين يستحق الانضمام من وجهه نظري، حسين الشحات يستحق الانضمام طبعا من وجهه نظري، وفي ناس في القائمه بدون ذكر اساميهم انا شايف ان هم ما يستحقوش. لكن انا قلت لك دي نسبتها قد ايه؟ ما احنا لازم هنختلف، لازم هنختلف، هيبقى في وجهات نظر مختلفه شويه، واحد لاعب عن لاعب او مدير فني عن مدير فني او واحد من الجمهور. احنا نفس الجمهور، لما باجي انا حتى اصحابي بقول لهم كده، مثلا نيجي نختار قوام فرقه، انا مثلا ما كنت ماسك في النادي الاهلي مع مستر مانو جوزيه او مارتينيول او اي حد، او انا لما اشتغل لوحدي، يجي يقولوا مثلا انتوا حطيتوا فلان، طب اقول له طب اعمل كده تشكيل الفرقه، اصحابي هتلاقي واحد حاطط 8 ومغير في 2، واحد تاني جنبه ومختار 9 ومتغير في 1، واحد تاني مختار 7 ومتغير في 3، اقول لهم بصوا انتوا اختلفتوا اهو، انتوا كل واحد فيكم اختلف انه وجهه نظره ان اللعيب يتحط واللعيب يتشال، يبقى انت مش عايز المدير الفني يبقى ليه وجهه نظر اللي هو اللي مسؤول اللي هو هيتحاسب انه يبقى عنده قناعه انه ده يبقى موجود او ده مش موجود. صحيح، انت ليك حاجتين، نمره واحد، هل القوام بنسبة 85% 90% هو ده القوام اللي مظبوط؟ هتلاقي كل الناس هتقولك الحاجة التانية ايه؟ النتائج والأداء، هو ده تقييمك بقى للمدير الفني، هل نتائجه كويسة؟ هل أداؤه كويس؟ أنا ابتدي أقيم عليه، لكن أنا مش هفضل أجلده عشان هو أصله ما اختارش فلان الفلاني، ما هو ممكن يكون عنده أسباب شخصية. صحيح، سواء فنية أو سلوكية. فأنا شايف إنه الاختيار المنطقي من الكابتن حسام زي ما قلت لك قبل الفترة دي، لأن القايمة دي فيها استثناءات. مين اللعيبة اللي عجبت حضرتك خلال ضمهم خلال الفترات اللي فاتت مع كابتن حسام حسن وأدائهم عالي جدا؟ يعني طبعا اللعيبة القديمة محدش هيختلف فيها، يعني زي محمد صلاح، زي مرموش، زي تريزيجيه، زي مصطفى محمد، زي محمد عبد المنعم، زي الشناوي، زي مروان عطية، رامي ربيعة مستواه عالي الفترة الأخيرة بكتير يعني جامد قوي، حمدي فتحي، كل اللعيبة دي ما اعتقدش ان في حد في الجمهور المصري او النقاد مختلف عليهم، هتلاقي اختلافات في حاجات بسيطة، فالناس دي بتأدي بشكل كويس ونتائجها بتقول كده، انه وصلوا امم افريقيا قبل جولتين من المجموعه وماشيين في تصفيات كاس العالم بشكل كويس قوي، احنا اول بفرق 4 نقاط عن اقرب حد لينا، وانا شايف انه كل ما حسام هيقعد والجهاز التناغم والانسجام هي اكتر، خاصه هو كمان حسام من المدربين اللي بيدي فرص لعناصر جديدة. صحيح، مش ما بيخافش، مش قلوق يعني. في مدربين بيبقى حريص قوي وهو بيدي فرص للاعبين جداد، حسام بطبيعته لما كان في الأندية اللي بيمرن فيها
بيدي فرص لعناصر جديده، وخاصه ان منتخبنا انت هنلعب الامم الافريقيه في ديسمبر 25، يعني لسه تقريبا سنه، يعني احنا شهر لسه ولسه تصفيات كاس العالم شغاله، ولسه سنه وشويه على كاس العالم، في لعيبه اعمارها ابتدت بتزيد، فطبيعي انه في يحصل بعض الاضافات لبعض اللعيبه لما تيجي الفرصه المناسبه، بحيث انه يعدوا اعداد جيد للمنتخب، ما يبقوش يعني غرب على المنتخب لما يجي يخشوا بشكل اساسي. يعني احنا شفنا الفترات اللي فاتت ادى لاحمد عيد في الباك رايت، ادى لمحمود صابر في نص الملعب، ادى لمحمد شحاته، ادى لاسامه فيصل، ابراهيم عادل كان بيتضم طبعا فترات سابقه، ابتدى يستعين بيه في اوقات، واخيرا دلوقتي ضم حسام عبد المجيد. كل دول معظمهم يا اما المنتخب الاولمبي او اعمارهم صغيره. صحيح. شايف طاهر دلوقتي شايف خروج امام عاشور من حسابات كابتن حسام، ايه اسبابه يا كابتن اسامه؟ وهل ممكن فعلا نرجع نشوف امام عاشور مره تانية، لانه امام من اللعيبه المميزين جدا واللي عندهم امكانيات واضافه بالتاكيد. بصي، امام لا احد يختلف على امكانياته الفنيه، امكانياته وقدراته وتاثيره مع سواء كان مع نادي الزمالك او النادي الاهلي. انا ما اعرفش الاسباب الحقيقيه اللي من وجهه حسام ان هو يستبعده، بس انا اتصور ان هو ممكن ما يكونش راضي عن امام في الفتره الاخيره. امام عنده اكتر من كده بكتير، ولعيب مهم سواء للنادي الاهلي او المنتخب المصري، لانه مركزه كمان اللي هو بيلعب، احنا يعني بنقول عليها رقم 8 او اللي هو اللاعب الوسط اللي بيلعب من ال 18 لخط ال 18 لخط ال 18، يعني بلغتنا بقى العاديه، اللي هو رايح جاي. بيساعد في الهجوم، بيبقى مؤثر في وقت الهجوم، وبيرتد تاني للدفاع عشان يساعد. دولت قليلين في مصر، مفيش عدد لعيبه كتير في المركز ده واضحين. يعني امام يمكن اكثرهم تاثيرا واوضحهم في المكان ده. بس هو امام كمان لازم ينتبه ان هو اللي بيحط نفسه في في انهي مكانه. امام لا يختلف احد على انه يستحق انضمام للمنتخب لما يكون في الحاله الطبيعيه بتاعته. فانا ما اعرفش السبب الرئيسي لان حسام استبعده من اخر معسكرين ليه، لكن انا اتصور ان ممكن يكون ده السبب، ان هو حاسس انه امام مش بيدي اقصى حاجه عنده. فدي بتاعه امام مش بتاعه كابتن حسام، يعني دي بتاعه اللاعب مش بتاعه المدير الفني. لانه خاصه الانضمام للمنتخب ما بقاش زي زمان. احنا ايام ما كنا بنلعب مع كابتن محمود الجواري او اي مدير فني، كنا ممكن نقعد في معسكر منتخب شهر. ما فيش الكلام ده دلوقتي. دلوقتي في اجنده دوليه سواء رسميه او ماتشات وديه، هي كل الموضوع بيبقى 3 ايام. فمش هجيب انا حد لسه هقعد اجهز فيه واقعد، انا بحاول في المنتخب باخد اجهز ناس ان اخدهم النهارده اقول لهم كذا كذا، واعمل لهم تدريبات خططيه في حته معينه، واشرح لهم على السبوره، بحيث انه ينزلوا ينفذوا يلعبوا. مش زي زمان. زمان ممكن كان كابتن جواري مثلا الله يرحمه، او الكابتن حتى حسن شحاته، انا طبعا بس انا بتكلم عشان الكابتن جواري انا اشتغلت معاه يعني ولعبت معاه، ممكن ياخد لاعب مصاب. دلوقتي ما اقدرش اخد لاعب مصاب. واخد مصاب ليه؟ لانه مثلا بيقعد معسكر شهر، ممكن هو في خلال 10 ايام يكون اصابته دي استشفى منها او شفي منها، فهيمرنه ال 20 يوم الباقيين وهيدخله. لكن دلوقتي ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اخد انا لعيب مصاب هاخده امتى اذا كان هو كل العمليه تمرينتين والمباراه. فالموضوع اختلف. فعشان كده انا بقول الامام لعيب كبير جدا ومؤثر جدا للنادي الاهلي والمنتخب المصري، ومكانه موجود ومش كتير. يعني انا عايز اقول ايه، تعالي مثلا لمركز الاجنحه. انا بقول انا مشفق على الاجنحه الكويسه اللي في مصر اللي ما بتروحش، ومنهم حسين الشحات على فكره. لانه المركز ده اكتر مركز متواجد فيه لعيبه مميزين في مصر دلوقتي. يعني عندك محمد صلاح، زيزو، مرموش، تريزيجيه. انا جبت لك اربع اسامي بس، انا جبت لك اللي هم الاربعه. طيب انا كمدير فني حسام او غير حسام، هل هلاعب مين على الاربعه دولت؟ هم دول الاربعه الاولين، هم دول الاعمده الاساسيه. صحيح. فانت هتلاقي حسين الشحات كويس قوي، هتلاقي محمود زلكه هو لسه واخده لعيب كويس،
هتلاقي ابراهيم عادل لعيب كويس قوي، وده بس يمكن ده عشان لسه صغير الوقت معاه يعني ال 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 الوقت زلكة معاه. زلكة اللي في سيراميكا ما خدوا الضم يعني زلكة. انا عايز اقول لحضرتك كمان وطاهر محمد طاهر الضم برضو فكره انك ان يكون في لعيبه بتتالق حتى لو لاعب اساسي ممكن تالق اللاعب ده يغطي عليه. يعني زلكة كان من اسباب انه في ظل تالق عنتر مع سيراميكا شفنا زلكة بياخد المكان ده. ففكره انك انت كل فتره في لعيبه زي ما حضرتك كنت بتقول ابراهيم عادل من اللعيبه لما بتثبت نفسها لا بتاخد اماكن لعيبه تانيين اساسيين وغيرهم وغيرهم، ده طبيعي. ما هو سواء الفرقه او المنتخب فيها تنافس، صحيح مفيش مكان يعني بالذات كمان كل زي طاهر بالذات كمان كل ما هتخش على المستوى العالي زي طاهر محمد طاهر طبعا بالذات في الانديه الكبيره او المنتخبات. ليه؟ الأندية الكبيرة بتخش في بطولات كتيرة جدا ومحتاجة لعيبة كتير جدا والتنافس بتاعها شرس جدا، وبيجيب يستقدم أحسن اللعيبة سواء في الدوري المحلي أو بيجيب لعيبة كمان مستوى عالي جايين من الخارج، فالتنافس في المركز كبير جدا. فإذا ما كانش اللعيب ياخد باله قوي ويهتم ولما تجيله الفرصة يمسك فيها مفيش وقت، مش مفيش وقت طبعا. برضو المنتخب انت النادي قائمته محدده ب 30 لاعب مثلا 25 لاعب، فالمدير الفني ما عندوش الا غير دولت وممكن يستعين بحد من قطاع الناشئين، لكن المنتخب بيستعين من ال 18 نادي وكمان ممكن يستعين من ناس بالدرجه الثانيه. يعني شفنا قبل كده في ناس ضموا لعيبه من الدرجه اللي هي الادنى محترفين دلوقتي، فبيختار من شريحه واسعه جدا. فاذا ما كنتش انت يعني عينك زي ما بيقولوا في راسك يعني على الشعره مجهز الفرصه تروح منك في ثانيه طبعا، ده طبيعي. فانا قلت لك الاجنحه شويه مظلومين في مصر، انا مش هقدر اقول مظلومين لانه اللي بيلعبوا مميزين جدا. ما انا قلت لك محمد صلاح وزيزو وتريزيجيه ومرموش، ادي اربعه هم والاربعه يقدروا يلعبوا ناحيه اليمين ويقدروا يلعبوا ناحيه الشمال. فدول مغطيين على ناس كتير جدا في المركز ده، في المركز حسين الشحات طبعا، واحد زي رمضان صبح من اللعيبه المميزه جدا في المركز الجناح او حتى لما بيلعب للعمق، ده برضو انا شايف انه ممكن ينضم بس هو لازم يشد على نفسه اكتر من كده، لكنه اولا سنه صغير، لعيب مميز جدا، مع الاحلال والتجديد اللي هيحصل مع حسام انت محتاج لعيبه زي دي برضو زي رمضان، لانه رمضان اللي هو الجيل الوسط اللي هو مش معدي ال 30 زي ما كان حصل مع النني مثلا او حجازي او بعد اللعيبه اللي طارق بعد سنه او سنتين هيعدوا الثلاثينات، ولا هو صغير قوي جاي من المنتخب الاولمبي، هو الجيل الوسط. فانت محتاج الجيل ده جدا، صحيح، اللي هو الجيل اللي زي بتاع تريزيجيه ورمضان صبحي والمجموعه دي. فرمضان مثلا من اللعيبه، رمضان يمكن لو المكان ده ما فيهوش عدد اللعيبه دي كان بسهوله جدا ينضم، بس وجود اللعيبه دي قافل على الاجنحه، لكن في اماكن ثانيه احنا عندنا عجز فيها كبير جدا. فدي بتدي فرصه للاعيب اللي في المكان ده انه يلعب براحته. يعني مثلا لما نيجي للظاهرين مثلا، صحيح، في محمد حمدي في الشمال وغالبا كان هاني، بس هاني اصاب يعني ربنا يشفيه، وابتدى يخش وفتوح طبعا وفتوح، بس هو فتوح ما هو نفس اللي ما قلته لإمام أو بنقوله برضو على لرمضان أو بقوله على فتوح، لعيب مميز جدا ولعيب مكانه مفتوح، لأنه ما فيش إلا غير محمد حمدي راكب بقاله 3 سنين أو 4 سنين دلوقتي في المنتخب هو اللي بيلعب. فتوح إمكانياته عالية جدا، بس أنا برضو اللي بحط نفسي في المكان الصحيح سواء في النادي طبعًا أو في المنتخب طبعًا، لكن هو إمكانياته عالية والطبيعي إن فتوح لما يرجع للمستوى الطبيعي بتاعه إنه يبقى موجود في المنتخب. قبل ما أقفل مع حضرتك المحور ده، لاعب برضو من اللعيبة اللي كانوا متألقين جدا والناس استغربت إنه هو حصل على أفضل جناح السنة اللي فاتت في الدوري، ميدو جابر ما هو نفس اللي هنقوله، ميدو لعيب كويس ولعب، هل مش واخد حقه؟ هل نفس الكلام؟ ولعب في طبعا في الاهلي قبل كده، لكن زي ما قلت لك الاجنحه كتيره جدا، اجنحه يعني كتير. يعني انا قلت لك اربعه هم اللي هم دولت اللي محدش هيقرب منهم دلوقتي، صلاح وزيزو ومرموش وتريزيجيه، تعالي بقى وراهم
كتير جدا. هتلاقي حسين الشحات، هتلاقي محمد رمضان صبحي، هتلاقي زلاكه، هتلاقي مصطفى فتحي كمان السنه. مصطفى فتحي مصطفى فتحي لعيب كبير برضه وفي المنتخب على طول، بس برضه مش قادر ياخد فرصه كامله لان موجود محمد صلاح وزيزو. ده علشان ده عشان الكابتن حسام يدي فرصه لزيزو، غير المراكز ما بينه وما بين صلاح علشان يديله فرصه كامله. دي نقطه برضه ملحوظه انت خدت بالك منها، لما ساعات بيبقى في مركز في اتنين مميزين قوي وانا شايف ان اللعيب ده عايز استفاد منه، انا بقى كمدير فني بدور على المركز المناسب بحيث ان انا استفاد من الاتنين. صحيح. زي ما هو عمل زي ما انت قلت دلوقتي مع زيزو وصلاح. فدي نقطه مهمه. في اماكن تانية قلت لك الباكين مثلا ما فيهمش عدد كبير. القلب الدفاع ما فيهوش عدد كبير. سرد باكات زي ما حضرتك بتقول قلب الدفاع ما فيهوش دلوقتي بقى محمد عبد المنعم. نص الملعب عندك. رامي نص الملعب محتاج ناس. بالذات في رقم 8 انا قلت لك يعني يمكن في اللي هو رقم 6 اللي هو الوسط المدافع اللي هو بيقف قدام السلام. في كذا واحد. في مروان عطيه، في حمدي فتحي، في دونجا، في يعني في عدد ممكن اي حد، لكن بالذات اللي هم بيلعبوا 8 اللي هم بيقدروا يكملوا مع المهاجمين وعندهم مثلا قدرات تهديفيه وفي نفس الوقت عندهم القدره الدفاعيه ان يرجعوا يقفلوا مع نص الملعب، دول مش متواجدين كتير. عشان كده قلت لك امام عاشور فرصته كبيره قوي ان يعود للمنتخب. حضرتك تفكر في السؤال اللي جاي قبل ما اطلع لفاصل، هل ممكن نشوف مفاجاه انه بما انه متالق في المركز ده عبد الله السعيد مع نادي الزمالك مركز 8 ويرجع يدافع وبيهاجم في نفس التوقيت وعنده الخبرات، هل ممكن نشوف كابتن حسام حسن بيضمه للمنتخب ولا لا؟ عايزين اجاوب دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ مشاهدينا نرجع لحضراتكم نستكمل حديثنا مع كابتن اسامه عرابي في صباح اون تايم، انتظرونا بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مشاهدينا مره ثانيه، لسه بنستكمل حوارنا مع كابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي ومنتخبنا المصري السابق. عودة لحضرتك يا كابتن اسامه مره ثانيه، كنت بسالك على محور مهم جدا بخصوص رقم 8 مع منتخبنا المصري، هل ممكن نشوف عبد الله السعيد في ظل تالقه مع نادي الزمالك في المركز ده وبيرجع وبيدافع وبيهاجم وبيلعب اكتر من 90 دقيقه بيوصل 120 دقيقه، هل حضرتك شايف انه ذكائه وخبراته كافيه ولا يظل العمر وتقدم العمر ورغبه الكابتن حسام حسن ان هو ينزل بالاعمار السنيه فهو امر مستحيل انه يضم عبد الله السعيد؟ لا مستحيل او لا انا ما اقدرش اجاوب، هي اجابه عند كابتن حسام، لكن انا بتكلم من وجهه نظر، انا بقول صعب لكن ما اقدرش اقول مستحيل. يعني عبد الله طبعا من افضل اللعيبه في مصر في العشر سنين اللي فاتوا، محدش يقدر ينكر كده، لكن مفيش شك انه عامل العمر رضينا او ما رضيناش، هي كل اللعيبه اللي اعتزلت عشان كده، بيأثر في الجهد، بيأثر في الطاقه، بيأثر في الالتحامات، لكن عبد الله عنده من الذكاء، هو ذكي جدا، عنده من الذكاء انه ما بيبينش الموضوع ده، وخاصه لما نلعب في مستوى زي الدوري المصري، لانه هو عنده الاستلام والتسليم هايل، بيعرف يفكر، ما بيخليش نفسه يجهد نفسه في 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 مشاكل كتيره، هو بيخلي الكره هي اللي بتتلعب، رؤيته للملعب فده ممكن في الدوري المصري، بس مع الماتشات الافريقيه الدوليه اعتقد هيبقى فيه التحامات كتير جدا، هيبقى فيه جري كتير جدا، وبعدين الزمالك كمان بيلعبوا احيانا في مركز 8 او مركز 6، صعب يعني عبد الله، اعتقد انه في مركز اللي هو تحت راس الحربه اللي هو 10 هو اقرب لما يكون تحته ناس بتجري كتير وبتدافع طبعاً. لكن في الدوري المصري هو قادر بذكائه انه يقدر يلعب المكان ده، لكن مع المنتخب انا اعتقد هتبقى الامور صعبه، لانك صعب حاجه من الاثنين، يعني هكيف له مكان اللي هو تحت راس الحربه وكمان مش هقدر استعمله طول الوقت، ممكن اجزاء من الماتشات ممكن المفهوم ده، فضل يعني ان المركز ده ما بقاش بيتم الاعتماد عليه من الاجهزه الفنيه زي قفشه وعبد الله السعيد فبقى بيتم ايجاد ليهم مراكز اخرى لاستغلالهم. ايوه زي ما انت اتكلمت دلوقتي على قفشه، طبعا قفشه برده لعيب كبير ومن احسن الناس اللي بصناعه الالعاب وبيمرر وكده، ويمكن قفشه كمان عمريا اصغر من عبد الله، لكن هو برضو بيلعب في مركز 10 اكتر، فممكن احتاجهم في اوقات في نص ساعه في تلت ساعه، انا بتكلم في الماتشات الافريقيه الكبيره يعني، لكن ان هو ينضم او لا انا اعتقد ان هي صعبه، خاصه ان احنا لسه كنا بنتكلم ان كابتن حسام بيفكر
انه يقلل الاعمار شويه السنيه شويه شويه، لان في ناس ابتدت تعدي ال 30 في المنتخب كتير. يعني اروح مع حضرتك لملف تاني قبل ما نختم، عايز اسالك على بيرسي تاو، رايك ايه في بيرسي تاو؟ هل يستمر مع النادي الاهلي ولا لا؟ بيرسي تاو لعيب كويس، مش عايز اقول ان هو احسن حاجه يعني، اللي هو كل لعيب فيه اللي احسن منه يعني، لكن هو فادي النادي الاهلي كتير في السنتين ثلاثه اللي فاتوا اللي لعبهم. انا شايف انه يستمر من وجهه نظري الشخصيه، لانه زي ما انا قلت مركز الجناح مليان في مصر على مستوى المنتخب، لكن انا مش شايف انه على مستوى النادي الاهلي مركز الجناح ما فيهوش حد كتير. اللي مؤثر واللي بيلعب على طول قليلين جدا، قليلين هو حسين اكترهم يعني. رضا سليم ما بيشاركش كتير، بيرسي تاو في الفتره الاخيره الراجل ما بقاش يلعبه كتير، انا ما اعرفش ايه اللي بيدور في الكواليس يعني. ابتدى طاهر يحل محله، ما فيش حد تاني، احمد عبد القادر مشي، فما فيش اجنحه كتير. صح. فهو واخد على الفرقه، وهو ادى مردود في السنين اللي فاتت افضل من اللي هو فيه دلوقتي، بس واضح ان هو نفسيا عنده مشكله. هل مش بقى مرتاح او كده؟ مش مرتاح، هل بقى عشان الراجل بيسمع انه كان عايز يمشيه، كان عايز يقعده او لا يمشيه او يقعده او لكن هو لعيب طبعا كويس ولعيب مهم، ويكفي ان هو من اللعيبه القليلين اللي بيلعبوا دولي. دولي يعني من اللعيبه المحترفين القليلين في الدوري المصري اللي بيلعب دولي في فرقته، يعني هو في جنوب افريقيا بيلعب اساسي دولي. صحيح. فانا شايف انه استمراره في الاهلي مهم، ولكن هي وجهه نظر فنيه من مستر رأي كولر. حضرتك ايه في مستوى كهربا خلال الفتره اللي فاتت؟ وهل الفرصه الاخيره اللي تم منحها من كولر لكهربا كانت كافيه، ولا كهربا اللي محتاج يشتغل اكتر على نفسه؟ يعني انا سريعا قبل ما اجاوب على السؤال ده، كهربا انا مرنته سنتين مع المنتخب الاولمبي من 2014 ل 2016 او من 2013 ل 2015، من اللعيبه كويسين جدا، وانا كنت عرضت على النادي الاهلي وهو في المنتخب الاولمبي ان ينضم للنادي الاهلي، لكن حصلت ظروف وما انضمش، بعد راح الزمالك وبعد كده رجع في الاخر للاهلي. هو لعيب راح امبي الاول تقريبا امبي يعني انا اقصد انتقل بقى في النقلات اللي هو اتنقلها دي. يعني انا من واحد من كنت من اول الناس اللي طلبت ان كهربا يبقى موجود في الاهلي، وكلمت ناس في الجهاز اللي ساعتها كانوا مسؤولين، ولكن ما اعرفش هو كانت وجهات نظرهم ايه. ولكن تاني لعيب الكوره هو شوف انا قلتها كم مره، من يساعد نفسه بس كده. كهربا على المستوى الفني، زي ما حضرتك قلت على فتوح وقلت على امام وقلت طبيعي المستوى الفني ما حدش يقدر يقول حاجه. راجل بيعرف يجيب جون، هداف، كورته كويسه. كلمه هداف دي مش سهله على فكره، يعني في ناس بتروح قدام المرمى كتير ما بتعرفش تتصرف. كهربا هو في نادي الزمالك كان من الهدافين، هو في النادي الاهلي من الهدافين، وهو ما بيعملش، انا وجهه نظري ما بيعملش 40% من اللي هو المفروض يعمله. يعني هو المفروض كهربا ينتبه ويتمرن، عشان امكانياته عاليه. ايوه، ينتبه ويتمرن كويس جدا ويركز في كرة القدم قوي، ويبقى مع 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 المدرب قوي. يبقى زي وسام ابو علي. وسام ابو علي يعني انا عايز اقول ايه؟ وسام ابو علي على فكره امكانياته الفنيه اقل من كهربا. الفنيه، انا بتكلم الامكانيات الفنيه الاساسيه. لكنه مجتهد جدا. او مركز جدا. ما هو مركز. ما هو مركز مجتهد. بيشتغل على نفسه. الكرة اول اهتماماته. كل حاجة عنده نهم وشغف للنادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي، وحاسس بقيمة وجوده في النادي الأهلي. صحيح كلامك مظبوط، حتى ده من تصريحاته. كلامك مظبوط، ولذلك حتى ربنا بيوفقه. أولا هو السنة الأخيرة طلع هداف الدوري رغم إن جه فترة ضيقة، وحتى ربنا بص بيديله التوفيق كمان، يعني شاية الكورة تضرب في ظهر المدافع. كان ماتش بيراميدز ده ولا كان ماتش سيراميكا؟ سيراميكا، وتضرب في ظهر المدافع وتروح تغير اتجاه. ما دام التوفيق ما هو التوفيق كمان بيجي لك بالاجتهاد. بالاجتهاد طبعا. فهو وسام ابو علي مهاجم كويس ومهاجم مجتهد، والمكان ده في النادي الاهلي فاضي ما فيش حد. فكهربا فرصه عمره ان يبقى موجود مع ليه؟ لانه طاهر ابتدى يدخل، فلازم انه طاهر بيلعب اكتر على الجناح. صحيح. طاهر طبعا ماشي بصوره كويسه الفتره الاخيره، في بعض الاحيان يعني في بعض مستر كولر الأحيان اعتمد عليه، مستر كولر بيلعبه راس حربه، بس برضه المكان ده شاغر في النادي الاهلي. يعني في عدم وجود وسام بقى المكان ده شاغر، كمهاجم اللي هو صريح. كمهاجم صريح. صحيح.
كابتن اسامه نورتنا، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، اتكلمنا في اكتر من ملف، وبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري باذن الله، وايضا للنادي الاهلي نستمتع بالمباريات القادمه، وطبعا كاس انتركونتيننتال، ومش هننسى بالتاكيد الجوله الثالثه اللي بتحمل لنا العديد من المباريات القويه في دوري نايل الموسم ده ان شاء الله. بالتوفيق للكره المصريه كلها والكابتن حسام في الماتشين الجايين ويمشي على الخطوات دي، وتوفيق للكره المصريه وللدوري المصري بشكله الاستثنائي الجديد اللي عاجلينه بعد كده في السنين الجايه يتعدل للنظام الطبيعي بتاعه، لكن خطوه. ومتشكر جدا ليك يا فرح ولكل الجمهور. شكرا جزيلا مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا من صباح اون تايم، يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس، اشوفكم باذن الله وحلقه جديده، وويك اند سعيد عليكم، ويومكم خير وسعاده وفرح.